اهلا وسهلا فيكم بدرب جديد من دروب الرياضه. اليوم رح نحكي عن لعبه ممتعه جدا وراقيه ومميزه، لعبه الجمباز للسيدات. وهلا حنفوت نشوف لعبات منتخب سوريا، لعبات منتخبنا الوطني، هن عم يلعبوا ويتدربوا جمباز. تفضل. مرحبا صبايا، يعطيكم العافيه، كيفكم؟ جاهزين؟ يلا موفقين حبيباتي. الجمباز بلشت من 4000 سنة، تعتبر من أقدم الألعاب اللي أول عالم لعبوها هنين المصريين القدماء، هيك شافوا على الأهرامات إنه في شقلبات وفي كذا، كانوا يسووا بالاحتفالات. بعدين الأغريق طوروها واستخدموها للحرب، وبعدين وكمان استخدموها للعلاج، لأنه في كتير عالم كانت تستخدم الجمباز أو الحركات الجمباز القديمة لإصلاح تشوهات الجسم، ومنها بعدين اتطورت وصارت بلشت الأجهزة. الفضل بيرجع لفريدريك جان، هو ألماني مدرس تربية رياضية، هو اللي أسس الجمباز الحديثة وساوى مثل ما أننا شايفين تقريبا البداية لهالجمباز اللي شفنا فيها أدوات وشفنا فيها صالات وشفنا فيها أجهزة متنوعة وكثيرة مثل ما أننا شايفين بهالصالة. منافسات السيدات أو المسابقات بالبطولات العالمية هن على 4 أجهزة. أول مسابقة هي طاولة القفز، كان اسمها من زمان حصان القفز، بعدين اتطورت تساوى صار اسمها طاولة قفز. طبعا في تغيير كان بالمواصفات تبعها، كل لاعبة بيحق لها مرتين والحكام بياخذوا نتيجة أحسن محاولة. الجهاز الثاني بجهاز السيدات هو عارضة التوازن. عارضة التوازن هو الجهاز الأكثر أناقة، بتأدي فيه اللاعبة جملة من الحركات، فيها شقلبة فيها دورانات. عرض التوازن هي 10 سنتي، جملة الحركات اللي بتأديها اللاعبة بتكون بين 70 و90 ثانية. الجهاز الثالث لمسابقات السيدات هو جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، مثل ما أننا شايفين هو عارضتين من الخشب مختلفتي الارتفاعات، بتأدي عليهم اللاعب حركات فيها دورانات وبتنتقل من عارضة لعارضة وبترجع كمان من العارضة الأدنى إلى الأعلى. وكان حتكون معنا لاعبة سوريا منتخبنا رزان لحتى تأرجينا بعض المهارات والحركات على هذا الجهاز. الجهاز الرابع أو المسابقة الرابعة للسيدات هي الحركات الأرضية. الحركات الأرضية هي جملة من التمرينات أو جملة من الحركات بتأديها اللاعبة بتناغم، برشاقة، بسرعة، فيها جميع عناصر مقومات اللياقة البدنية. بتلاقي فيها حركات بالي، تنتقل فيها اللاعبة من زاوية لزاوية بحركات متناغمة على الموسيقى، بتأديها بشكل كتير سلس. وهلأ رح تكون معنا لاعبة منتخب سوريا ديانا لحتى تأرجينا بعض هالحركات. المسابقات الأربعة اللي شفناهم هنين الجمباز الفني. في عنا شق تاني بالجمباز للسيدات هو الجمباز الإيقاعي. الجمباز الإيقاعي هو كمان موسيقى، هو كمان حركات أرضية، ولكن بيستخدم فيه أدوات. البنت يعني بتستخدم أداة وبتساوي فيها حركات، اللي هن الكرة، الشريطة، الطوق، الصولجان. طبعا سوريا هلأ أنا مثل ما فهمت أنه حيكون عنا مدربة أجنبية لتطوير الجمباز الإيقاعي بسوريا بإذن الله. Feel the magic in the air.
كل الشكر لاتحاد الجمباز وللعبات منتخبنا الوطني. ان شاء الله بنشوفكم عم تحققوا بطولات عالميه وترفعوا اسم سوريا عاليا. لهون بنكون وصلنا لنهايه دربنا بحلقه اليوم. بنشوفكم بدرب جديد. سلام.